الناس الكل. دونك اليوم باش نحكيو على لا نوفيل جي اكس 3. وعدتكم بها، كنا عملنا لها اون بريزونطاسيون في فيفري، وقتها كانت اول بريزونطاسيون مفصله في تونس على جي اكس 3. وبرشا طلبتوا مني انيسي غوتيي، بالطبيعه عندكم الحق تحبوا تعرفوا لي كاركتيرستيك تكنيك نتاع الكهرباء والكومبورتمون لوتي. وعدتكم انا بالانيسي، واليوم الحمد لله جبناها بوغ ان تيست درايف، باش نحكيو على الكومبورتمون نتاعها. باهي، قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تعمل ابوني لك الشين يوتيوب، تدعمنا باش نزيد نعملوا اكثر فيديوهات. وكان تحب ترى توت لي نوفوتي اوتوموبيل اجور في تونس وبرا، ما تنساش تبعنا في نوتر باج فيسبوك اي انستغرام. توا نخليك مع انتروداكسيون للشين يوتيوب كانك جديد في القناه. بالنسبه لجي اكس 3، بالنسبه للموتوريزاسيون نتاعها، برشا عباد يقولوا ميتسوبيشي، برشا عباد يقولوا فولفو. وانا كيما قلت لكم في البريزونطاسيون، الموتوريزاسيون معموله بالتكنولوجي نتاع فولفو. دونك ليه ميتسوبيشي وليه فولفو، اما معموله بالتكنولوجي تاع فولفو. طيب يقول قايل شنو دخل جيلي في فولفو؟ كما في بالكش اللي جيلي عام 2010 خدات شركه فولفو. دونك عام 2010 بعد ما صارت الازمه، وقتها ازمه ماليه في امريكا، دار الفورد لازمها تبيع شركه من شركاتها باش تنجم تقاوم وتكمل تقعد حتى لتوا. دونك جيلي كانت وقتها تحب برشا على فولفو وديما يرفضوها، خاطر كانوا يخزروا للصينيين كانهم ما عندهم وين يوصلوا في الكرهب. دايوغ توا ولاو خايفين منهم. دونك باعوا لهم وقتها شركه فولفو، ووقت زاد وعدوهم انهم باش يحافظوا على الشركه وما همش باش يبدلوا من ليدونتيتي نتاع فولفو الاصلانيه. دونك اوك علاش انا قلت لك تو فورد ماخذ شركه فولفو. دايوغ تلقى الفولفو اس 40 والفورد فوكوس نفس الموتوريزاسيون وقت هذا قبل 2010. باهي، جيلي عاد خذت شركه فولفو وشفت التكنولوجي نتاعها، شفت الكونسيبسيون تاع موتوراتها، ومعناتها الموتوريزاسيون هذه انسبيري من شو اسمها هي من التكنولوجي نتاع كراهب فولفو. دونك الموتوريزاسيون كاركتيرستيك تكنيك نتاعها 107 شوفودين، باهي برشا بارابور على الكاروسة. الحقيقة سي تري اكسبتابل، كان باش يكون أكثر باش تولي تكونسومي أكثر، ومعناتها ما عنده علاش يكون أكثر، خاطر الكهرباء موجهة معناتها ديستيني لحاجة معينة ماهيش ديستيني سبور وكل. وكان باش يكون أقل، الحقيقة باش يكون أقل، باش يكون حاجة معناتها أميليوغي. دايوغ الكهرباء صار اللونسمون نتاعها أون 2017، وهي ديجا كانت بازي على أن موديل واللي هو جيلي انجلون اس 5. انجلون اس 5 هذايا سي تا موديل هاتشباك، ومعناتها هي ان كروس اوفر هذه اللي معانا، وبازي على ان هاتشباك. دونك علاو فيها تبيع على خاطر توا العالم توا ماشي اكثر فيغ لي اس يو في وكل. دونك قروا انها تكون ان موديل اس يو في. دونك هي هذه في الاصل ان موديل تنوريك تصويرتي واللي هو انجلون اس 5. به وقتها كي خرجت كانت تستعمل في نفس الموتوريزاسيون تاع الاس 5 واللي هي 94 شوفودين، كانت شويه الحق. ومن بعد عملوا ريبروغراماسيون ابديت للسوفت وير تاعها ولات 102 شوفودين، وتوا وصلتنا لتونس 107 شوفودين. بالنسبه للبوات بالفيرسيون اللي معنا اليوم، البوات مانيويل دونك 5 رابور بتبيع 5 رابور، وفي الاوتوماتيك سي في تي افارياسيون كونتينيو. ما فيهش دي رابور على خاطرها سي في تي، تو سامبلومون على خاطرها سي في تي. وكونسيبت نتاع كيما تاع البسكليت، فيها البكرات كي يكبر ويصغر، تنوريك حتى كان لقيت لك ان فيديو صغيره تزيد توضعك اكثر. وزاد تو ان شاء الله على قريب باش نعملوا ان فيديو على البوات سي في تي، نحكيو خاطر برشا كراهب قاعدين يدخلوا، هوندا تويوتا جيلي برشا كراهب قاعدين يدخلوا افيك دي بوات كونتينيوس فاريشن ترانسميشن، دونك واللي هي سي في تي. تنحكيو عليها في فيديو خاص بها باش تزيدوا تفهموا اكثر الكونسيبت ولي زافونتاج ولي زانكونفينيون تاع البواطه هذه. الحقيقه الكومبورتمون تاع الكهرباء هي البرشه، اكثر حاجه من اكثر الحاجات اللي عجبوني فيها هي العزل نتاعها. سواء انا توا قاعد نمشي في تيست 50 ما فماش حس تاع موتور، ما فماش بالكل.
راكم قاعدين تشوفوا معناتها حتى الشباك محلول والطواها محلول، ما فماش حس بالكل. كي نقوي بالطبيعه الحس تاع الموتوريزاسيون باش يعلى بالطبيعه هذيك. اما حاجه اللي عجبتني بارابورت كي قرناها مثلا، خلينا في جيلي كي قرناها بجي سي 6، جي سي 6 الحقيقه فيها حس اكثر من هكا، العزل مش مخدوم كيما هكا. وكنت فرجت البريزونطاسيون كنت وريت كيفاش خدموا على العزل نتاعها، دونك ورا الموتوريزاسيون فما كل طبقه هكا عملوها باش ينقصوا في الحس الموتوريزاسيون اللي يوصل الكوندكتور، علاش؟ باش يزيدوا في الكونفور نتاع الكوندويت نتاع الكهرباء. بالنسبه للكونسوماسيون، الكونسوماسيون في الموين 6 لتر 5 هذه في الموين، وفي الامبوتياج توصل حتى شي 8 لتر 5 8 لتر. وبالطبيعه معناتها نصحوا حكايه اللي راه الكونسوماسيون ديبون من السياق نتاعك انت، راك تنجم حتى الكونسوماسيون نتاعها 5 لترات توصلها 8 9 لترات تو سامبلومون. علاش؟ على خاطر سولون انت كي وقتاش تبدل، وقتاش تبدل الرابور تاع الفيتيس كيفاش تصرف الخارجات وكل الكهرباء وقتها باش ال فارياجير على حسب ليوتيليزاسيون نتاعك انت. دونك علاش توا لهنا نلقاو ان انديكاتور دو شونجمون دو رابور دو فيتيس. دونك انا توا قاعد نمشي 3 يعمل لي طيح، قال لي طلع 4 فوت 2000 تور بار مينوت، قال لي طلع 4. دونك شنطلع 4 تفات الوحده، دونك ما عاد فما كي نوصل انا النمبر دو تور بار مينوت معين انه بعده هو باش تعلى الكونسوماسيون يقول لي حط 5. نفس الحكايه، ونفس الحكايه زاد في الرجوع نتاع لي رابور. بالنسبه للكونفور نتاع الكوندويت نتاع الكهرباء، الحاجه زاد اللي عجبتني فيها على الاخر رغم اللي هي ان كروسوفير ماهيش هكا الاس يو في الكبير وكل، الحاجه اللي عجبتني البوزيسيون تاع الكرسي تاعك تحسك انت في كهرباء عاليه فريمون، معناتها كهرباء ماهيش شكل العاديه، كهرباء عاليه. برشا عباد مثلا يقول لك ماذا بيا لو كان جيت اكبر بشوي، لو كان جيت اكبر باش تخرج من الفئه نتاع لي كروسوفر، دونك باش تولي ان اس يو في معناتها اكثر من كروسوفر. وشنو هي؟ باش تبدل الكباري نتاعها، دونك شنو يصير؟ باش يتبدل السوم كومبليتمون، دونك ما عادش نحكيو على انترفال تاع 40 و50 مليون هذاك ما عادش نحكيو به، دونك هاك علاش هي تو في الفورمه هذه جات بالسوم هذاك. وزيد كراب جيلي جلوبال مو ماهمش غاليين حتى لبرا، تنجم تشوف حتى اسواقهم كراب جيلي لحد الان ماهمش غاليين، اما زاد جاهم وقت وزاد باش يغلاو على خاطر جيلي فريمون قاعده تتطور بالكدا. فريمون معناتها شفت احنا تو في جيلي جي اكس 3 سانسيغمون، احنا تو في جي اكس 3 هذه وما نسماوش قاعدين نشوفوا في التكنولوجي الكل نتاع جيلي. علاش؟ بتحب تعرف التكنولوجي الكل تاع جيلي؟ لازم تشوف مثال جيلي توغالا، توغالا والا الكول راي، الكول راي هذوما وتوغالا جاوا لتونس وتوا اون فاز دومولوغاسيون. عطاني نوريك صورهم. توا هما اون فاز دومولوغاسيون هذاكم اللي فيهم التكنولوجي الاخرانيين نتاع جيلي. اما رغم هذا الكل الكهرباء الحقيقه غابور كاليتي بخي هي على الاخر، هذه الحاجه اللي اكثر حاجه خلت العباد ياخذوها. دونك برشا عباد نفكر ديجا كانوا باش ياخذوا دي سيتادين في تونس من غير ما ندخل السيستم تاع لي سيتادين دي كومباكت وبطلوا وجاو ياخذوا هذه. علاش؟ على خاطر اول حاجه الكونسوماتور ولا يحب برشا لي اس يو في، يحب برشا الكهرباء العالي. وثاني حاجه على خاطر في الانترفال هذا في تونس بريسك ما تلقى شيء في الاوبسيونات هذو وفي البويسونس تاع الموتوريزاسيون هذه. دونك هاك علاش الكهرباء حبوها برشا عباد. ودايوغ نهار اللي صار اللونسمون تاعها فريمون تعبى شهورهم، انا وقتها كنت حاضر غادي تعبى شهورهم على الاخر ولي كوموند وفيه وفيسا بريسك. هاك علاش صار تعطيل في لاريفاج نتاع الكهرباء في لاريفاج الثاني. دونك لاريفاج الاول خداو اما لاريفاج الثاني تعطلت برشا وهذا لي كوموند طالعين على الاخر في الكهرباء. بالنسبه للكهرباء اللي تكون ديستيني، الكهرباء ديستيني تكون اكثر الفامي ماهيش كبيره. شنو هي الفامي ماهيش كبيره؟ تاع معناتها تاع ماكسيموم 4 بيرسون 5 بيرسون، اذا الخامس صغير في العمر يتحط في الوسط. على انا طلعت البريزونطاسيون طلعت فيها من تالي الحقيقه الكونفورت على الكرسي نتاعها من تالي ماهوش خايب بالكل بالكل. اما كيما قلت لك 2 بيرسون كبار و واحد صغير باش يقعدوا مرتاحين بالكدا بالكدا. زاده كليماتيزاسيون اللي فيها سيمي اوتوماتيك، ماهيش اوتوماتيك 100% سيمي اوتوماتيك، و ال فونكسيون تري تري بيان. بالنسبه للامور اخرى تاع سيكوريتي لا بي اس لو اس بي لو بي دي لي زيرباك فيها كان دو زيرباك الحقيقه شويه. والحقيقه نحلوا قوس صغير انه راه موضوع السيكوريتي في الكراب في تونس ماهوش اللي لاهين به بالكدا، على خاطر معناتها راهو مثال توا كراف حتى كبار دي سي في كبار ويجيو كان دو زيرباك ولا حتى كاتر باك واللي هو نورمالمون 6 8 باك على الاقل، راه سيكوريتي قبل كل شيء. دونك ان شاء الله في الفيرسيون الاخرى الجايه تولي كاتر باك على الاقل، فيها ريجيلاتور ليميتور دو فيتيس.
هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم. ان شاء الله تكون عجبتك. كان عندك انت كهرباء وتحب نجربوها دايوغ كهرباء جربناها من عند اندو نو زابوني اللي نصحناه وعاونناهم بعد اون لا بروفوزي ان تيست درايف الى اكسبتي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. ان شاء الله تكون استفدت. كان استفدت حتى طرف بركه ما تنساش تعمل ابوني على كشان يوتيوب تدعمنا وتعاوننا. وكان تحب تراكي ما قلت لك توت لي نوفوتي اوتوموبيل ما تنساش تبعنا على نوتر باج فيسبوك اي انستغرام. Autopassion, la passion, notre moteur.